المحاضرة الثالثة أو المحاضرة الثانية في مقرر المحاسبة المتوسطة 2 اللي هي بعنوان الاستثمارات طويلة الأجل بالسندات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا المحاضرة الثانية اللي هي الاستثمارات في الأسهم في السندات، طبعا الاستثمارات طويلة الأجل في السندات. خلينا في المحاضرة اللي فاتت اللي هي الاستثمارات طويلة الأجل في الأسهم، ووضحناها وشرحنا فيها عدة أمور. اليوم ناخذ السندات، تعتبر سند طبعا قرض طويل الأجل. طبعا بالنسبة للأسهم اللي هي تعتبر حقوق ملاك ياخذوا عليها شنو في أرباح موزعة. الأسهم تعتبر كأنها شنو، كأنها قرض وياخذوا عليه في فائدة، مش ربح، ياخذوا عليه في فائدة ثابتة. لكن الأسهم تتغير بتغير الظروف المالية، تتغير، لكن الأسهم هناي السندات ياخذوا عليها في فوائد ثابتة، يعني مبلغ ثابت كل مدة معينة، ويحمل سعر فائدة ثابت، وتلزم الشركة بدفع قيمته عند الاستحقاق بالإضافة إلى دفع الفوائد السنوية أو أكثر كل فترة محددة حسب ما يتفق عليه بين المستثمرين في السندات وبين الشركة. مميزات السندات، هناك عدة مميزات لهذا النوع من الاستثمار من وجهة نظر حامل السند، نوضحها في مجموعة نقاط. عندنا هنا المخاطرة، يعتبر السند من أقل أنواع الاستثمارات مخاطرة، وذلك لأن حامله يتمتع بحق الأولوية في استرجاع أمواله المستثمرة في حالة تصفية الشركة التي أصدرت السند. طبعا هنا يعتبر عامل مخاطرة عامل مهم طبعا في الاستثمار. هنا بالنسبة للسندات عامل مخاطرة يعتبر قليل، من ناحية لما يشوفوا مثلا استثمارات أخرى زي الأسهم يعتبر المخاطرة فيه أكبر، قد تصل إلى جيب المستثمر الخاص. لكن هنا في السندات طبعا المخاطرة فيه أقل. الدخل، يحصل حامل السند على دخل ثابت وفي أوقات محددة، لأن الفوائد التي تدفع على السندات لا تتأثر بربحية أو خسارة الشركة المصدرة لها، ومن ثم تعتبر تلك الفوائد دخلا ثابتا لحامل السند بغض النظر عن إيرادات الشركة. من ميزاتها من وجهة نظر الشركة اللي هي طبعا نشرح عن نقطة الدخل. هناي الدخل ثابت اللي حصله اللي هي فائدة بياخذها حامل السند، فائدة ثابتة متفق عليها، ما تتأثرش بخسارة وربح الشركة، يعني حياخذها سواء ربحت الشركة ولا خسرت. هناي بالنسبة لحامل السند هي تعتبر ثابتة بالنسبة لوجهة نظر الشركة. تستطيع الشركة خصم الفوائد المدفوعة على السندات من الضرائب التي تدفعها الحكومة باعتبارها تلك الفوائد من النفقات التي تتحملها الشركة، ومن ثم تخصم من الضريبة. بما أن حامل السند لا يجوز له التصويت أو التدخل في شؤون الشركة، فإن تلك لا يعطي إدارة الشركة حرية الحركة والتصرف دون، أو يعطي للشركة حرية التصرف دون قيود. التكلفة القليلة والثابتة على الشركة، فإذا كانت أرباح الشركة غير كبيرة فإن ذلك لا يعطي حملة السندات الحق في الحصول على عوائد كبيرة. هذه بالنسبة لميزتها من ناحية الشركة. عندنا رابع حاجة المرونة، تستطيع الشركة التي أصدرت السند أو السندات استغلال مصادر التمويل الأخرى مثل القروض المصرفية وإصدار أسهم وسندات جديدة وغيرها. تقوم أحيانا بعض الشركات بشراء سندات صادرة من شركات أخرى واحتفاظ بها لفترة تزيد عن سنة، الهدف منها هو الحصول على فوائد تدفع في مواعيد محددة وبالنسبة ثابتة، إضافة إلى الحصول على القيمة الإسمية لتلك السندات في تاريخ الاستحقاق. شراء سندات طويلة الأجل، عند شراء السندات تسجل بالكلفة سعر الشراء مضافا إليه أي مصاريف صرفت لاقتناء السند مثل عمولة السباسرة
رسوم واي مصاريف اخرى. هنا اذا ما بنشر السند احنا بنسجل عليه اي تكاليف ثانيه بالاضافه الى تكلفته هو الاصليه. وهناك حالات متعدده لشراء السندات اللي هي زي الشراء بنفس القيمه الرسميه. في هذه الحاله او في حالات معينه يتم شراء السندات بنفس القيمه الرسميه لها بدون زياده او نقصان. وعندما يتم اثبات او اثباتها بتلك القيمه بعد ان يتم استخراج الفوائد المستحقه، لان عمليه الشراء في اغلب الاحيان تتم اثناء توريق استلام الفوائد. عندي هنا اقتناء السندات وتحصيل الفوائد. طبعا يتم عادة اقتناء السندات اما من سوق الاوراق المالية او من الشركة المصدرة مباشرة. يعني انت كمستثمر تقدر تقتني السندات من المصدر المباشر اللي هو الشركة، او من سوق الاوراق المالية لما تعرض الشركة اسهمها في سوق الأوراق المالية أو سنداتها آسف في سوق الأوراق المالية، وتثبت السندات في الدفاتر المستثمر بقيمة التكلفة التي تشمل بالإضافة إلى ثمن الشراء مصاريف وعمولة الشراء. يعني هناي تكلفة الشراء هناي اللي هو تتضمن ثمن الشراء اللي هو التكلفة أو التكلفة أو القيمة الإسمية للسند الواحد. القيمة الإسمية للسند الواحد هذا هو ثمن الشراء. وعندي مصاريف وعمولة الشراء اللي هو مثلا لو تم البيع أو الشراء عن طريق شنو شخص مثلا أو مصدر آخر، يعني هنا بيترتب عليه شنو عمولة الشراء. وكثير ما يختلف ثمن الشراء السندات عن قيمتها الرسمية التي يتم تحصيلها في طريق الاستحقاق. ويرجع الاختلاف بين سعر إصدار السندات أو قيمته أو قيمتها في سوق الأوراق المالية وبين قيمتها الإسمية إلى اختلاف سعر فائدة السندات، وهو سعر الفائدة التي تحسب على أساسه الفائدة أو الفوائد الدورية مع سعر الفائدة السائد في السوق. أنا قال لك هنا تختلف أثمان شراء عن قيمة الإسمية وهي التي يتم تحصيلها في تاريخ الاستحقاق، وبين قيمتها الإسمية إلى اختلاف سعر الفائدة. يعني هنا سعر الفائدة مرة ما يكونش ثابت يكون في اختلاف، فتختلف هنا بقيمة السندات، وهو قلنا الاختلاف سعر فائدة السندات وهو سعر الفائدة اللي تحسب على أساس الفائدة الدورية. طبعا هنا إذا كان معدل فائدة السندات يفوق سعر الفائدة السائد في السوق، يعني معدل فائدة سعر السندات أو معدل فائدة السندات يفوق سعر الفائدة السائد في السوق. يعني هنا عارضين سندات في السوق بسعر فائدة أقل من سعر الفائدة اللي المستثمر شريه به من الشركة، فإن السندات تباع بقيمة أعلى من قيمتها الإسمية، أي أن المستثمر يدفع ما يسمى بعلاوة السندات. طبعا علاوة السندات هنا ليش؟ لأن العلاوة الفائدة السائدة في السوق أعلى من وأقل من الفائدة اللي موجودة أو أعلى من الفائدة الموجودة في يعني هنا كمستثمر عند الشركة ناخد فائدة 8% بينما في السوق 10% فائدة. فهنا شو يصير؟ تباع أعلى هنا أو آسف هي بالعكس، لما أنا مثلا ناخذ فائدة 10% والسوق 8% يعني أنا ناخذ في فائدة أعلى من قيمة السوق. فهنا بنبيع أو تباع أو تبيع الشركة السندات متاعها بقيمة أعلى من قيمتها الرسمية، أي أن المستثمر يدفع ما يسمى بعلاوة السندات في سبيل الحصول على فائدة تزيد عن الفائدة المدفوعة على السندات المشابهة. زي ما قلنا أنا عندي أنا نتحصل على فائدة ب10% بينما السوق الفائدة بتاعه تخدم ب8%. يعني لو سريت أنا سندات من السوق نحصل 8% بس، لكن أنا حاليا في الشركة وأنا شاري سندات من الشركة ناخد في 10%، يعني قيمة الشركة أعلى من قيمة السوق بالنسبة للفائدة. فهنا شنو
الشركة تقوم بإصدار علاوة السندات. أما إذا كان معدل فائدة السندات يقل عن معدل الفائدة في السوق، فإن المستثمر يدفع سعر أقل من القيمة الرسمية، قيمة رسمية السندات، ويحصل على خصم، وذلك بسبب حصول على الفائدة تقل عن الفائدة المماثلة أو الموجودة في السوق. هنا بالعكس، عكس الملاحظة اللي فاتت، يعني هنا لو السندات متاعيني اللي متحصل عليها أو شاريها من الشركة، ناخذ عليها فائدة أقل من الفائدة اللي لو أنا شريت سندات من السوق حاليا، حنتحصل على فائدة أعلى. يعني هنا شو بتقوم الشركة؟ بتقوم بعملية توازن، فهي شنو؟ بتصدر السندات بالخصم، أو بتدير خصم على القيمة الرسمية للسندات، باش ترغب الزباين في إنهم ياخذوا أو يشتروا السندات بتاعها، باعتبار إن السوق الفائدة بتاعها أعلى. وتحسب فائدة السندات التي يحصل عليها المستثمر كالتالي، اللي هي قيمة السند ضارب معدل فائدة السندات ضارب المدة. وتحدد نظريا أسعار السندات أو أي أصول أخرى بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع سدادها أو الحصول عليها في تلك الأصول، ويتم إيجاد القيمة الحالية للتدفقات المتوقع تحصيلها بالنسبة للمستثمر في السندات عن طريق إضافة القيمة الحالية للفوائد المحصلة خلال مدة السندات إلى القيمة الحالية للقيمة الرسمية والتي يجب تحصيلها في نهاية مدة السندات. يعني بمعنى أن هنا شنو بنضيف قيمة الحالية للفوائد اللي هي خلال السنوات، يعني السنة هذه قيمتها الحالية والسنة هذه قيمتها الحالية للفوائد خلال مدة السندات إلى القيمة الحالية للقيمة الرسمية، يعني إلى القيمة الرسمية طبعا بتكون موجودة على امتداد السنوات، لكن ما يخص السنة هذه بيكون كذا مجموعا مع القيمة الحالية للفوائد خلال السنة هذه وهكذا. فمثلا يفرض أن السندات تبلغ قيمتها الرسمية 100,000 دينار، مدتها 5 أو 15 سنة، يعني 15 سنة، وذات فائدة قدرها 8% سنويا. وبفرض أن سعر الفائدة السائد في السوق على الأوراق المماثلة يبلغ 6%. يعني شوف هنا الأوراق المماثلة 6% اللي هي موجودة في السوق، لكن الشركة هنا لو الفائدة بتاعتها قديش؟ 8%. يعني هنا سعر السندات في الشركة أعلى من السعر السائد في السوق، فإنه يمكن إيجاد سعر إصدار هذه السندات أو قيمتها في سوق الأوراق المالية. يعني هنا شنو نديرو؟ بنديرو علاوة إصدار، بنديرو علاوة إصدار اللي هو شنو؟ علاوة على القيمة الإسمية، باعتبار أن شنو السعر السائد في السوق أقل من السعر أو سعر الفائدة السائد في السوق أقل من الشركة. بما أن معدل الفائدة على السندات في هذا المثال 8% يفوق معدل الفائدة السائدة في السوق، كان يفوق معدل السائدة في السوق أو معدل الفوائد السائدة في السوق، فإن هذه السندات تصدر زي ما قلنا بعلاوة إصدار، أي أن سعرها في السوق وفي سوق الأوراق المالية يجب أن يزيد عن قيمتها الإسمية وهي قديش؟ 100,000. ويتحدد سعر الإصدار كمالي عن القيمة الحالية للفوائد خلال 15 سنة زائد القيمة الحالية للقيمة الإسمية للسندات. طبعا هنا القيمة الحالية اللي دفع مقدارها 8,000 دينار لمدة 15 سنة بمعدل 6%، زائد القيمة الحالية لمبلغ قديش؟ 100,000 دينار، يحصل أو يحصل بعد مرور 15 سنة بمعدل 6%. يعني هنا عندي قديش؟ عندي 8,000 دينار مقدارها اللي هو مقدار القيمة الحالية اللي هو بين قوسين. طبعا هنا زي ما قلنا بنلقوه وين؟ بنلقوه في جدول القيمة الحالية، عندنا هنا 9,071,250 زائد 100,000 ضارب 41,727.
هنا يساوي طبعا حاصل الجمع اللي هو بنات اللي هو 77698 زائد 41727 يعطيني قديش؟ يعطيني 119425. به وتبلغ عداوة الإصدار في هذه الحالة اللي هو قديش؟ اللي هو طبعا بنزيدوه هناي المبلغ اللي طلع لي اللي هو 119425 زائد طبعا 100 ألف، هذه اللي أصل اللي هي أصل السندات، يعطيني قديش؟ 119425. به هناي حيث أن المبلغ حيث أن المستثمر يدفع مبلغ قديش؟ 119425. طبعا هنا يراه في خطأ، هنا ناقصين ناقص واحد، المفروض تطلع 119425. طبعا هنا في عملية طرح اللي هو 11000 أو 119542 ناقص اللي هو 100 ألف، اللي هي طبعا هنا أصل المبلغ بالسندات، وهنا أصل المبلغ أصل المبلغ بالفوائد، وهنا أصل المبلغ بدون فوائد، اللي هو الفرق بيناتهم بيكون 19524 و25، حيث أن المستثمر يدفع مبلغ 11000 أو 119425 ويحصل على مبلغ قديش؟ 100 ألف دينار بعد قديش؟ 5 سنوات أو 15 سنة، وذلك بسبب حصوله على فائدة دورية قدرها قديش؟ 80 ألف دينار. فائدة دورية قدرها 80 ألف دينار، يعني هناي كأنه قال لك هو يعني عطاك مبلغ وقال لك بعد 15 سنة قديش بيكون بفائدة 6%، عطاك المبلغ كامل قال لك هداي بعد 15 سنة قديش بيكون والفائدة متاعها 8%. فهي هذه طبعا الجدول القيمة الحالية حنطلعها أو تطلع بالقيمة الجدول القيمة الحالية، وذلك قلنا بسبب حصول على فائدة دورية 80 ألف دينار، وهي تزيد عن الفائدة التي سيحصل عليها في السوق وهي 6 ألاف دينار لو أنه استثمر أمواله بالمعدل السائد. وبالعكس فيما لو كان معدل الفائدة عن السندات يقل عن المعدل السائد في السوق. والجدير بالذكر أن القيمة الحالية للزيادة في الفائدة المحصلة عن قيمة بالسعر السائد ومقدارها 2000 دينار تساوي بالضبط قيمة عداوة الإصدار وهي 19425. بس هنا وإذا تمت أو إذا تم اقتناء السندات خلال الفترة الفاصلة بين الطوري اختفى الفوائد، فإن المستثمر في السندات يدفع للشركة المصدرة أو المالك السابق قيمة تلك السندات بالإضافة إلى الفوائد على الفترات أو الفترة الواقعة بين تاريخ استحقاق فائدة دفعت وتاريخ شراء السندات. عندي مثال هنا اللي هو اشترت شركة أو شركة الاستثمارات العامة سندات قيمتها 150 ألف دينار تستحق في 31 ديسمبر 2000 وتدفع فائدة قدرها 5% سنويا بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة بمبلغ 50 ألف دينار. المطلوب إثبات اقتناء هذه السندات وتحصيل الفوائد خلال السنة بافتراض أن الشراء تم في 1/1/99 وأن الشراء تم في 1/7/90. يعني هناي في المثال هداي عندي قيمة اسمية لسندات تستحق في 31 ديسمبر وتدفع في فائدة اللي هي 5% سنويا، وتاريخ الفائدة هذه اللي هو 31 من كل سنة بمبلغ 50 ألف دينار. بنشوفه لما لما الشراء تم في يوم 1/1 ويوم 1/7. هنا طبعا المثال هذا مقسوم على مرحلتين، اللي هو المرحلة الأولى قال لك إذا تم الشراء في 1/1/1990، أولا إثبات اقتناء السندات في 1/1/1990. عندي هناي 50 ألف دينار، 50 ألف دينار هذه من وين جت؟ اللي هو شنو؟
قيمه السندات، قيمه السندات او الاستثمار في السندات اللي يدفعون لي وقديش بقيمه 50,000 دينار. طبعا موجود هنا راس مال السندات اللي هو قديش 50,000 دينار موجود عندي في المثال. به هنا عندي حاجه ثانيه اللي هو شنو، اللي هو اثبات تحصيل الفائده. اثبات تحصيل الفائده طبعا هنا عندي 50,000 دينار، عندي 50,000 دينار اللي هو قلنا رأس مال شنو، رأس مال السندات في 1/1/90. هنا لما بنجيب نحسبوا الفائدة، طبعا الفائدة هنا موضح لي هو النسبة متاعتها، قايل لي راه الفائدة قديش 5%، فهنا بناخد 50,000 دينار وبنضربها قديش في 5%، بتطلع لي شنو 2,500 دينار. إذا 2,500 دينار هذه طبعا إثبات تحصيل الفائدة في نهاية السنة اللي هو في 31/12. حصلت أنا فائدة هنا بقيمة قديش؟ بقيمة 2,500 دينار. نكتبها في قيد اللي هو أنا تحصلت على فائدة، يعني تحصلت على نقدية 2,500 دينار من حساب النقدية إلى حساب شنو؟ إيراد فوائد سندات، إلى حساب إيراد فوائد سندات. طبعا إيراد فوائد سندات باعتبار اللي هو شنو؟ حساب بسيط. أنا من وين جبت النقدية؟ من إيراد فوائد السندات. بهو يتم إجراء هذا القيد الأخير في نهاية كل سنة طوال مدة السنوات، يعني القيد الأخير هو اللي أجريناه بتاع 2,500 هداي كل سنة تقعد تدير فيه أنت. ليش؟ لأن الفائدة تحصل كل نهاية سنة، كل نهاية سنة يعني على مدة السنوات كلهن بتجيب أنت الفائدة فبتحسبها كل سنة. بهو بالنسبة لي رقم ب اللي هو إذا تم الشراء في 1/7. توحنين في المرحلة الأولى قلنا إذا تم الشراء في يوم 1/1، لكن هنا بنشوفه لما بيتم الشراء في يوم 1/7. أولا إثبات اقتناء السندات في يوم 1/7، طبعا هنا في يوم 1/7 عندي قديش؟ عندي حساب الاستثمارات في السندات اللي هو نفس القيد الأول أو نفس الرقم الأول اللي هو 50,000 دينار، هذا رأس مال السندات. بجول الثانية اللي هي حساب إيراد فوائد السندات، طبعا هنا القيد كان من مذكورين حساب الاستثمارات في السندات إذا عرفناه، لكن بنعرفوا 1,250 من وين جت اللي هي إيراد فوائد السندات. إحنا هنا الفوق قلنا على السنة كاملة، يعني هنا لما قلنا الشراء راه تم في 1/1، عندي من 1/1 ل 31/12 شهر سنة كاملة، لكن هنا في رقم ب عندي من 1/7 ل 31/12 عندي 6 شهور. إذا هنا حناخذ نص قيمة الفوائد اللي خذيتها المرة الأولى. المرة الأولى قديش خذيت؟ خذيت 2500 دينار قيمة فائدة، لكن نصهم بيطلع قديش؟ بيطلع 1,250. هذا هو حساب شنو؟ إيراد فوائد السندات إلى حساب النقدية اللي هو بتجمع أنت ال 50,000 مع ال 100 أو ال 50,000 مع ال 1,250 بيطلع لك قديش؟ بيطلع لك 50,000 و 50 بيطلع لك 51,250، 51,250 إلى حساب النقدية. طبعا في غلط هنا في الكتابة، غلط خطأ مطبعي هنا موجود اللي هو كاتبين لوطة 5,250، طبعا هذا خطأ فيهم رقم ناسينا اللي هو المفروض يكون قديش؟ المفروض يكون 51,250. ثانيا إثبات تحصيل الفائدة، إثبات تحصيل الفائدة في يوم 31/12 عندي هنا اللي هو من حساب النقدية إلى حساب شنو؟ إيراد فوائد سندات، لأن ليش قلنا؟ قلنا هنا كل سنة بيتكرر معك. ويقفل رصيد حساب إيراد فوائد السندات بقائمة الدخل الخاص بكل فترة، حيث تبلغ قيمة الإيراد المرحل إلى الدخل سنة 1990 في هذه الحالة إلى قديش؟ حالة ألف طبعا إلى 2,500 دينار. أما في الحالة ب فإن الإيراد المرحل إلى الدخل نفس السنة هو 1,250 دينار، لأن السندات تم اقتناؤها قلنا في بداية النصف الثاني من السنة.
هذا هو شرح المثال. قلنا لما يكون في يوم 1/1/1990 ولما يكون في 1/7، لما يكون في 1/1/1/7 عرفنا ان الفوائد هنا حيكون بالنص، يعني باعتبار ان مرت عليها نص السنه. طبعا قال لك تصدر او تصدر عليه السند او تباع، وتصدر السندات او تباع بعلاوة إصدار وخصم السندات. هنا عند اختلاف معدل فائدة السندات عن المعدل السائد في سوق الأوراق المالية على الأوراق المماثلة، فيتم توزيع قيمة هذه العلاوة أو الخصم على مدة السندات، وهي المدة المحصورة بين تاريخ إصدار شراء السندات وتاريخ استحقاقها. فإذا اشتريت السندات بعلاوة فإن الفائدة كل فترة تخفض بنصيب تلك الفترة من العلاوة. أما إذا أصدرت السندات بخصم فإن الفائدة الدورية الخاصة بكل فترة تزداد بما يخص تلك الفترة من الخصم. وهناك طريقتين يتم على أساسهما توسيع العلاوة أو الخصم على مدة السندات، وهو طريقة القسط الثابت، وعندنا طريقة القيمة الحالية أو الفائدة السائدة في السوق. بناخذ أول طريقة اللي هي طريقة القسط الثابت. طبعا طبقا لهذه الطريقة يتم توزيع العلاوة أو الخصم على مدة أو فترات سند بالتساوي. وتتميز طريقة القسط الثابت بأنها سهلة التطبيق، وهي لذلك يتم استخدامها بكثرة في الحياة العملية. عندنا مثال يوضح اللي هو في 1/4/94 قامت الشركة الوطنية للاستثمارات بشراء سندات تبلغ قيمتها الإسمية 200,000 دينار، وذلك وذات فائدة قدرها 8% تدفع في 30 يوليو وفي 31 ديسمبر من كل سنة بمبلغ 192,020 دينار، والمطلوب إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات شراء السندات وتحصيل فوائدها واستنفاذ الخصم أو العلاوة إذا علم أن تاريخ استحقاق هذه السندات هو 31/12/98. عندنا الحل هنا، بما أن السندات تم شرائها طبعا في 1/4 تاريخ الشراء، وأن الفوائد تدفع في 30/6/31/12، يعني سنوية ونصف سنوية من كل سنة، فإن المبلغ المدفوع لشراء هذه السندات يتكون من تكلفة هذه السندات اللي هو 192,020 دينار، والفائدة المستحقة عن المدة من طبعا في 31/12/93، وهو تاريخ دفع آخر فائدة إلى 1/4/94، وهو تاريخ الشراء، وتبلغ قيمة هذه الفائدة المستحقة اللي هي 4,000 دينار. طبعا هنا بنقول احنا من وين جنى 4,000 دينار؟ 4,000 دينار طبعا هي انحسبت على قديش؟ انحسبت من 31/12/93 ل 1/4/94، يعني هنا عندي قديش؟ عندي بالضبط 4 شهور. هنا عندي رأس المال اللي هو قديش؟ 200,000، وعندي الفائدة السنوية اللي هي 8%. 200,000 ضرب 8% يعطيني قديش؟ 16,000. هذا 16,000 على العام. بقى لو نحسب على 4 شهور يطلع قديش؟ يطلع 4,000 دينار على 4 شهور، يعني ربع سنوي، أو آسف مش 4 شهور، 3 شهور. 3 شهور مش 4 شهور، لأن من 31/12 ل 1/4 3 شهور، ربع سنوي. الربع سنوي 16,000 على العام، وثلاثة وأربع آلاف على الربع، يعني على 3 شهور 4,000، وعلى عام كامل 16,000. من وين جت 16,000 اللي هو قديش؟ 200,000 ضرب 8%. هناي بنديروا لها طبعا قيد اللي هو 4,000 اللي هي إيراد فوائد سندات على 3 شهور هذين ربع سنوي. عندي 192,020 اللي هو حساب الاستثمارات في السندات،
نجمعوهم يطلع لي 196,020 اللي هي شنو إلى حساب النقدية. وعند تحصيل فائدة الفترة الأولى بتاريخ 30/6 يجرى القيد التالي من مذكورين اللي هي قديش 8,000 حساب النقدية. طبعا من وين جتني 8,000 أنا حساب النقدية؟ من وين جاني؟ اللي هو جاني من قديش؟ جاني من قلنا النصف سنوي اللي هو من 30/6. 30/6 اللي هو نصف سنوي، يعني إذا لو قلنا احنا المبلغ كامل 16,000، إذا 8,000 اللي هو تمثل قيمة شنو؟ 6 شهور اللي هي نصف سنوية. عندي 420 دينار حساب الاستثمارات في السادات، يطلع من كلهم قديش؟ اللي هو 8,420. وقد تم احتساب نصيب الفترة الأولى ومدتها 3 أشهر اللي هو من يوم 1/4 إلى يوم 30/6 من الخصم البالغ اللي هو 7,980 دينار، اللي هي 200,000 ناقص 1,290 192,020 الذي يحمل على الذي يحمل على حساب الاستثمارات في السادات، حيث يجعل هذا الحساب مدين بنصيب كل فترة في حالة الخصم ودائنا في حالة العلاوة، وذلك كما يلي: إجمالي الخصم طبعا اللي طلعناه اللي هو 7,920، المدة الباقية للسادات اللي هي تساوي 9 على 12 4 سنة، أي 57 شهر، أي ما يخص كل فترة اللي هو 57 شهر المدة كاملة بنقسموها على إجمالي الخصم بنضربها في 6 اللي هو تطلع لي في النصف السنوي اللي هو تطلع لي 840 دينار، وبالتالي يكون نصيب الفترة الأولى وهي 3 أشهر اللي هو 420 دينار اللي هو نصف 840. لو قلنا أن 6 شهور اللي هي 840، إذا 3 شهور ربع سنوية اللي هي 420. وعند تحصيل فائدة الفترة الثانية بتاريخ 31/12 يجرى القيد التالي. هنا يعني من المذكورين اللي هو 8,000 حساب النقدية في الجانب المدين، وعندي 840 اللي هو حساب استثمارات في السندات، لما نجمعهم بيطلعوا لي 8,840 إلى حساب إيراد فوائد السندات. يتم إجراء نفس القيد السابق في نهاية كل فترة حتى تاريخ الاستحقاق أو حتى تاريخ استحقاق السندات في 31/12/94، حيث يتم تحصيل القيمة الاسمية لها، وبالتالي يقفل حساب الاستثمارات في السندات أو بالدفاتر عن طريق القيد التالي اللي هو 200,000 من حساب النقدية إلى حساب الاستثمارات في السندات 200,000 دينار. وقد تم بيع السندات قبل تاريخ استحقاقها، فإنه يجب استخراج رصيد السندات في تاريخ البيع، وذلك لكي يتسنى معرفة الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع هذه السندات، وذلك كما في المثال التالي، المثال رقم 10 اللي هو باستخدام نفس المعلومات الواردة في المثال السابق، المطلوب إثبات عملية بيع السندات بتاريخ 30/9/96 بافتراض أن ثمن البيع قد بلغ 197,500 دينار بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة. عندي الحل، هنا قال لك في المثال هذاي باعتبار ان نفس المثال السابق، لكن هناي عملية البيع تمت في 30/9 وان ثمن البيع بلغ 197,500 بالاضافة الى الفوائد. هنا الحل لمعرفة ما اذا كان بيع السندات ينتج عنه ارباح او خسائر، فانه يتم ايجاد رصيد حساب الاستثمارات السندات في تاريخ البيع وهو 30/9/96، وذلك كالاتي: عندي هنا تكلفة شراء السندات اللي هي 192,020، يضاف نصيب الفترة اللي هو من 1/4 إلى 30/9 زي ما أعطيك هنا اللي هو 4,200 دينار. هنا رصيد الاستثمارات في السندات اللي هو قديش؟
196,220، ومن ناحية أخرى يدفع المشتري الفوائد المستحقة على الفترة من 30/9 إلى 30/9/96، من 30/6 إلى 30/9 اللي هو لمدة 3 شهور، وقدره 4000 دينار. هنا عندي 200,000 ضرب 8% ضرب 3 على 12 اللي هي 200,000 على المبلغ. عندي النسبة اللي هي 8% اللي هي نسبة الفوايد، وعندي 3 على 12 اللي هي 3 شهور على 12 شهر. وبذلك يحسب المبلغ المحصل في عملية بيع السندات اللي هو تمن بيع السندات. عندي 197,500 دينار، عندي يضاف إليه الفوائد المستحقة اللي هي 4000 دينار طبعا على 3 شهور. إجمالي المبلغ المحصل اللي هو 201,500 دينار، ويكون قيد إثبات بيع هذه السندات بدفاتر الشركة الوطنية في تاريخ البيع كالتالي. طبعا بنديروا قيد هنا بعملية البيع اللي هو بعنا السندات اللي هو بقيمة 200,000 أو 201,500 دينار من حساب النقدية، باعتبار أن استلمنا نقدية، إلى مذكورين. طبعا مذكورين هذي اللي هي 196,220 هدايا حساب الاستثمار في السندات، وبعد تالي بالإضافة إليه اللي هو إيراد فوائد السندات اللي هي بقيمة 4000 دينار، وعندي 1280 اللي هي أرباح بيع سندات اللي هو قيمة الفرق، طلعت لهنا أرباح بيع سندات. ثانيا طريقة القيمة الحالية اللي هي الفائدة السائدة، وطبقا لهذه الطريقة يتم توزيع أو إهلاك خصم أو علاوة السندات باستخدام معدل الفائدة السائد على الأوراق المالية المماثلة، ويكون نصيب كل فترة من الخصم أو العلاوة هو الفرق بين الفائدة المدفوعة اللي هي المحسوبة على أساس القيمة الإسمية ضرب معدل الفائدة، والفائدة بالمعدل السائد على الأوراق المماثلة المحسوبة اللي هي على أساس رصيد حساب الاستثمارات في السندات في بداية كل فترة. هنا في مثال اللي هو لتوضيح إهلاك خصم السندات باستخدام طريقة معدل الفائدة السائد. عندي هنا مثال 11 اللي هو بتاريخ 1/1/94 قامت شركة ألف بشراء سندات قيمتها الإسمية. قامت الشركة ألف بشراء سندات قيمتها الإسمية 50,000 دينار بمبلغ 46,687.890، وتدفع هذه السندات فائدة سنوية قدرها 6%، وتستحق بعد 4 سنوات من تاريخ شرائها. المطلوب إعداد جداول لبيان استنفاد قيمة الخصم باتباع طريقة المعدل السائد للفائدة التي تبلغ 8% سنوية. الحل: قيمة خصم السندات 50,000 ناقص 46 اللي هو 50,000 ناقص 46,687.190 يعطي قديش؟ 3312.110. هنا عندي جدول موضح فيه اللي هو استنفاد الخصم هي طريقة الفائدة السائدة. عندي هنا التاريخ، وعندي الفائدة المدفوعة، وعندي الفائدة بالسعر السائد، وعندي الخصم المستنفد ورصيد الخصم غير المستنفد، وعندي حساب الاستثمارات في السندات. عندنا بالنسبة لتاريخ اللي هو 1/1/94 عندي الفائدة المدفوعة اللي هو في واحد في الفائدة المدفوعة ما عنديش، والفائدة بالسعر السائد ما عنديش، الخصم المستنفد ما عنديش، عندي رصيد الخصم اللي هو زي ما موضح 3312.110 يعطيني قد ايه؟ 46,687.190. عندي 31/31/12/1994 عندي الفائدة المدفوعة اللي هي قديش؟ 3000 دينار. الفائدة بالسعر السائد اللي هو 3735.03، الخصم المستنفد 7300
50.3 اللي هو رصيد خصم غير مستنفذ اللي هو 2577.08 حساب رصيد الاستمارة في الأسهم 47422.920. في 31/12 95 عندي الفائدة المدفوعة قاعدة نفس القيمة، عندي الفائدة بالسعر السائد اللي هو 3875 وآسف 57.34، عندي الخصم المستنفذ اللي هو 875.34، عندي الرصيد الخصم غير المستنفذ اللي هو 925.91، عندي الرصيد الاستثمارات في السندات اللي هو 49,074.9. 31/12/96 عندي الفائدة المدفوعة نفسها، الفائدة بالسعر السائد اللي هو 3925.92، الخصم المستنفذ 925.92، ما عنديش رصيد في خصم غير مستنفذ، عندي القيمة اللي هي 50,000 دينار. بالنسبة للإيضاحات على الجدول، القيمة الرسمية تساوي أو القيمة الرسمية ضرب معدل الفائدة، هذه بالنسبة للقيمة المدفوعة. بالنسبة للفائدة بالسعر السائد اللي هي رصيد حساب استثمارات السندات في بداية السنة ضرب معدل الفائدة السائد، عندي الخصم المستنفذ اللي هو الفرق بين القيمة المدفوعة والفائدة بالسعر السائد اللي هو الفرق بين 2 و3. بالنسبة لرصيد حساب الخصم اللي هو رصيد خصم غير مستنفذ اللي هو رصيد حساب الخصم غير المستنفذ في نهاية الفترة السابقة ناقص الخصم المستنفذ، وفي حساب الاستثمار في السندات اللي هو رصيد حساب الاستثمارات في بداية السنة ناقص الخصم المستنفذ. أما في حالة شراء السندات بعلاوة، أي عندما يزيد سعر الشراء عن القيمة الرسمية، فإنه يتم تخفيض رصيد حسابي الاستثمارات في السندات والعلاوة الغير مستنفذة في كل فترة بنصيب تلك الفترة من العلاوة التي يتم حسابها على أساس الفرق بين الفائدة المدفوعة والفائدة بالسعر السائد. هنا نشير إلى أن هناك الكثير من المشاكل التي قد تظهر في الحياة العملية، اللي هي زي أنه لا يمكن حصر هذه المشاكل في وجه التهديد لكي يتسند لك كل منها، وما يجب عمله إزاء كل منها، وتعني أنها توجد الكثير من الطرق البديلة التي يمكن تطبيقها عند ظهور مثل هذه المشاكل، وتعتبر أغلب هذه الطرق البديلة مقبولة محاسبيا طالما أنها لا تتعارض مع الفروض والمبادئ. طبعا الفروض والمبادئ المحاسبية هي أهم شيء، ما شبيه السلسلة المحاسبية أو الدورة المستندية ضروري أي طريقة أو قيمة تكون تتبع أو ما تتخالفش لا تخالف الفروض والمبادئ المحاسبية المشار إليها. فمثلا عند اقتناء بعض الاستثمارات في الأسهم وكانت طريقة التكلفة هي المطبقة في دفاتر المستثمر، فإنه طبقا لهذه الطريقة يقوم المستثمر بإثبات توزيعات الأرباح النقدية المعلنة عن طريق جعل حساب الشركة المستثمر فيها مدينا وحساب دخل الاستثمارات في الأسهم دائنا. ولكن قد تظهر مشكلة، وهي عندما تقوم الشركة المستثمر فيها بالإعلان عن تلك التوزيعات ولكنها لا تقوم فعلا بسدادها. يعني هنا مرات الشركة تعلن عن التوزيعات في تاريخ معين ولا تقوم بسدادها أو بسدادها أو بدفعها للمستثمرين لسبب أو لآخر كعدم توفر السيولة، وفي هذه الحالة يستطيع المستثمر خاصة عندما تكرر هذه العملية من قبل الشركة المستثمر فيها أن يلجأ إلى طريقة شنو الأساس النقدي بدلا من أساس الاستحقاق، حيث أن طريقة الأساس النقدي تعتبر مقبولة في هذه الحالة، وذلك لوجود احتمال بعدم تحقق الإيرادات وهي التوزيعات المعلنة. أما إذا اعتبرت هذه التوزيعات المعلنة على أنها دخل بالرغم من احتمال عدم تحقيقها، فإن الدخل في هذه الحالة يكون وهميا وليس دخلا حقيقيا. كذلك المفروض أن يقوم المستثمر في نهاية كل فترة بمقارنة تكلفة
تكلفة الاستثمارات مع قيمتها السوقية، وعند انخفاض القيمة السوقية عن التكلفة يقوم بتكوين طبعا مخصصات أو مخصص هبوط أسعار أوراق مالية. المخصصات طبعا دي ما هي يحط فيها ك يعني حساب بسيط تنبؤا أو اتباعا لمبدأ الحيط والحذر، أو ما يقوم باتخاذ العملية القيمة السوقية كأساس جديد للتكلفة، وهذا يتوقف بالطبع على طول الفترة التي تكون فيها القيمة السوقية أقل من التكلفة. والمشكلة التي قد تظهر هنا هي ما يجد عمله عندما لا تكون القيمة السوقية للاستثمار معروفة، كعدم وجود سوق للأوراق المالية مثلا. وفي هذه الحالة، وحتى لا يكون رصيد حساب الاستثمارات في الأسهم مغالي فيه، أو يكون رصيدا وهميا، يجب أن يتم تقييم أصول الشركة المستثمر فيها في نهاية كل فترة بواسطة شخص خبير. يعني هنا لو ما فيش مثلا سوق أوراق مالية بحيث أننا نعرف اللي هو سعر الفائدة السائد في السوق، أو سعر الأسهم أو سعر السندات، هنا نقدر احنا نستعين شنو بخبير يعني مالي أو شخص خبير في هذا المجال، كي يتسنى استخراج قيمة فعلية لصافي أصول تلك الشركة، ومن ذلك يمكن إيجاد قيمة الأسهم المستثمر فيها. شكرا على حسن استماعكم وإصغائكم، ونتمنى لكم التوفيق. طبعا لأي استفسار ولأي يعني أسئلة يمكنكم التواصل عن طريق الإيميل أو عن طريق المنصة الإلكترونية للإجابة عن استفساراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.